خالق السماء. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. الرسوخ من جدة والسلام، الجامعة من جدة، على ملعب كلية التقنية بجدة، غرناطة، عسير والأمجاد من جزان أيضا في عسير. فنحن هنا اليوم أمام من؟ الزعيم والأشبونة، حكم اللقاء، ضيف الله أبو حيزة ومساعدي، مساعد أول هنا مبارك الفيد، ومساعد ثاني إسماعيل الرشيد في مباراة الزعيم والأشبونة. عليكم النظر إلى المستطيل الأخضر، فسوتك مجريات المنافسة نعم في دوري الأبطال في هذه النسخة. كرة اللعب الآن، حاتم مجرشي تلعب ساقطة، متابعة في أرضية الميدان، هنا التوغل وأيضا المرور. فيصل حكم كرة اللعب إلى جهة اليمين، أحمد بالخير، هنا المرور، هنا العبور، الكابيتانو سجل أول الأهداف لشبونة، ما أعطونا الفرصة لشبونة، ما التقطنا الأنفاس. الكابيتانو حاضر ورافع الراس، لشبونة سجل أول الأهداف. نعم باللقطة الماضية، حضوركم شرف لنا ودعم لمسيرة نجاح بكل تأكيد. الكرة تلعب الآن عالية، هنا التوغل، هنا علي بأحمد انطلاقة نظرة، أيضا هنا مطالبة بالزيادة العددية. إيهاب سعود تلعب، أوهو أوهو أوهو، الزعيم. لماذا؟ بسبب المشاركة في هذه البطولة. نعم أنت تتكلم عن بطولة أبطال في مستوى المملكة العربية السعودية برؤية 2030. هنا فيصل وهنا الصافرة، وأيضا ربما يظهر الكرت الأصفر. نعم إشارة باللون الأصفر واحتجاجات، إشارة باللون الأصفر واعتراضات بالجملة مع اللقطة الماضية. ضيف الله أبو حيزة مبلان، والزعيم تلعبه، نايف هبة، نايف هبة في اللقطة الماضية، وقف دكة البدلاء، وقف الجماهير العشاق، حنت قلوبهم. لكن هنا صافرة حكم اللقاء، ضيف الله أبو حيزة، نعم أعلنت عن نهاية شوط أول ما بين الزعيم والأشبونة. لا تتوقف نعم، لأنها ترغب بعودة الأبطال. هنا أحمد اطمحي، أوه أحداث لا تتوقف بكل تأكيد. هنا عبد الله الدوسري عالية ساقطة، متابعة حسام عداد، أوه الزعيم يعود مرة أخرى. نعم يبقى الزعيم ولا يجيه من
عنا إلا المحبة. راح حقق اللي حققه كان تقدر، هذا هو الزعيم. روح حاضرا بعده الإزعاج أو الضوضاء. من سيسجل ويسبب تلك الإزعاجات؟ بكل تأكيد هنا ننتظر ونترقب كرة اللعب الآن. التحضير، الكابيتان ويهاب في أرضية الميدان تلعب الكرة. يا السلام الكابيتانو، أوهو إيهاب السيد يسجل. إيهاب السيد يضع الهدف الثاني. نعم لشبونة على الطريقة الجديدة، على الطريقة المستحدثة، الآن بالاحتفالات حاضر. إيهاب السيد الرقم 8، وعينك على الأسيست في اللقطة الماضية، عينك على الصناعة. نعم هدف جميل، هدف يذكر، اختراق للدفاعات في اللقطة الماضية، والكرة عنونت، الكرة سجلت لمصلحة لشبونة الزعيم. هل على مستوى رابطة فرق الهواء، على مستوى الرابطة هم ممثل؟ نعم ممثل يرفع له القبعة. الكرة تلعب، يا سلام الأسس، إيهاب هنا هذه اللقطة. 5 دقائق والصافرة نعم حضرت وانتهت الأمور في أرضية الملعب. مبروك لشبونة، هارد لك لممثل المنطقة الشرقية وممثل منطقة الدمام وأبنائي مخطط 8 على الخسارة. الزعيم لا يتوقف قطارة. الزعيم عهدنا زعيم وسيبقى زعيم في هذه المنطقة. الخسارة ليست هي نهاية المطاف. دور 8 أنتم وبصورة عامة كنتم في هذا المشهد الكبير في مستوى المملكة العربية السعودية، في مباراة جميلة، في محفل كروي كبير هنا في مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز.